مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من عمان الشيخ عبد القادر النهيل الناشط السياسي للحديث اكثر حول هذا الموضوع. نبدا من هذا الاستياء الشعبي، المقارن بين الواقعين او المقارن بين الواقعين 2003 والان، كيف تفسر هذه النقمه الشعبيه والعشائريه كذلك على ما يجري؟ اهلا وسهلا بكم ومشاهدي قناه الرافدين. من المؤكد تماما ان العمليه السياسيه واضحة أصبحت للشعب العراقي عموما، وبالتالي اليوم يرتفع صوت الشعب العراقي لا سيما زعماء عشائر وغيرها، لأنهم أصبح لديهم وعي كامل بأن العملية السياسية مزقت هذه العشائر ومزقت الوشائج الاجتماعية، وبالتالي هي تسعى إلى تهديم السلم الاجتماعي، فضلا على أن العشائر اليوم المجتمع العراقي أغلبه عشائر أصبح ببطالة، أصبح أن هناك عملية انهيار بمنظومة القيم العشائرية التي تدعمها الشريعة الإسلامية في العراق. كانت هناك قيم عليا مهمة تماما يحافظ عليها ابن العشيرة ويحافظ عليها ابن المدينة، اليوم أصبح هذه العملية السياسية ما بعد 2003 سببا رئيسيا في تهديم هذه القيم. لذلك ظهرت الأصوات العشائرية لا سيما سواء من عشيرة بني مالك أو بعض العشائر أو جميع العشائر في العراق جميعا، لانه المتتبع تماما يرى ان هناك حقيقه انفصال بالكامل ما بين بنسب كبيره 80% زعماء العشائر والعشائر عن افراد العمليه السياسيه التي ربما كانت تحظى قبل سنوات بدعم عشائري، وبالتالي كانت الكتل السياسيه تعزف على ترشيح ابن العشيره من اجل كسب ود العشائر والمشاركه الفاعله في الانتخابات. لذلك طيب، هناك حقيقة كسر حقيقي ما بين العشائر والأطراف السياسية. شيخ عبد القادر، إذا كان المالكي نفسه يقول أو يدعو بضرورة تغيير النظام السياسي الحالي كونه مظلة الإرهاب والفساد، طبعا بغض النظر عن موضوع التصريح وأهداف التصريح لأنها معروفة، هناك صراع ما بين المالكي والعبادي، ولكن ما الذي بقي من مصداقية في هذه العملية السياسية؟ هذه العملية السياسية يوما بعد يوم تؤكد أنه لا مصداقية لها بالكامل، لأنه على سبيل المثال المالكي رفع شعار أنه يقضي على الميليشيات والإرهاب، وبالتالي حول العراق إلى ساحة وإلى جحيم وإلى تداخل دولي كبير تماما. والعبادي رفع شعار أنه انتصر، وبالتالي هو لم ينتصر إلا على المناطق والمدن المحطمة والجثث المتناثرة، وبالتالي النازحين بالملايين، ولم يكن هناك أي جهد له، بما معنى أنه لا هناك ثمرة للنصر المزعوم الذي كان يرفع شعاراته. والفساد معلوم تماما أن العملية السياسية هي أصل الفساد وهي ترعى الفساد، والأحزاب المشاركة فيها فاسدون، فضلا على أن الذين الآن يريدون المشاركة في الانتخابات كما يقولون أنهم وجوه جديدة لم يستعينوا بالكفاءات العراقية، بل ذهبوا حتى بطريقة حقيقة مجة لإهانة العراقيين عبر استخدام مرشحات ومرشحين كانوا ربما يوصفون بأنهم من أصحاب فرق المساجي وغيرها، وبالتالي اليوم بدأوا يشوهون صورة العراق أكثر. وعلى هذا الأساس لا يوجد هناك أي قيمة اعتبارية للعملية السياسية في أي منظوماتها التي تحدثت على أنها تريد إصلاحها. شيخ عبد القادر، مركز أبحاث السياسة العالمي الأمريكي قال إن أو ذكر أن الميليشيات لا تحمل مشروعا عراقيا. أمام هذه التصريحات، لماذا توافق الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المجتمع الدولي على المضي بدعم عملية سياسية كهذه في العراق؟ من المؤكد تماما أنه أصل العملية السياسية بنيت بقرار 91 لجول بريمر الذي جعل الحاكم الأمني في العراق لصالح الميليشيات، وسلم أمن العراق وقيادة أمن العراق للميليشيات كما سلم الداخلية بالكامل منذ اللحظة الأولى لفيلق بدر. الولايات المتحدة لا زالت ملتزمة مع إيران في تنفيذ المخطط الإجرامي الذي يفضي إلى حقيقة إنهاء التعايش السلمي في العراق، وبالتالي هذا مشروع استراتيجي لهم. على هذا الأساس هم يدعمون الميليشيات، وبالأمس عندما كان الكل يقول أن هناك دولة الميليشيات، اليوم ظهرت إلى العلن من الحكم الأمني تريد الحكم السياسي، ولذلك ترى أن قادة الميليشيات متمسكين بهيئة الحشد أو بميليشيات الحشد، لأن هؤلاء فقط من سينتخبهم من أجل أن يكونون في 16 أو 20 مقعد داخل البرلمان. شيخ عبد القادر، في سؤالي الأخير لحضرتك وفي إيجاز إذا سمحت أقل من دقيقة، هل سيفاجأ العراقيون بوصول نسبة التصويت أو نسبة المشاركة بالانتخابات لنسب عالية؟ يعني أمام هذا الرفض الشعبي وأمام تمزيق الصور والدعاية الانتخابية،
هل ستخرج بعد ذلك مفوضية الانتخابات لتفاجئ العراقيين بنسبة لم يتوقعوها لم يتخيلوها؟ المفوضية بالتأكيد ستعمد على تزوير الانتخابات من أجل رفع النسبة، والشعب العراقي يعلم تماما من خلال ما يجري الآن من حراك وضغط كبير على الشعب العراقي لن يتجاوز إلا فقط أصحاب المؤسسة العسكرية أو الأمنية والميليشياوية وعوائل المرشحين. من خلال رأيتم خلال الاستعراضات التي تأتي للكتل السياسية، فالعراقيون ليسوا فقط عازفون بل ناقمون ويعتبرون العملية السياسية خطأ، لكن مفوضية الانتخابات ستعمد على إدخال صناديق باسم العراقيين من أجل رفع النسبة، وبالتالي لن يستطيعوا رفعها أكثر من 30%. من عمان الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك.